نحتاج نشوفها في ظلام ظلام ولا في النهار؟ اه في النهار فاش باغي الظلام انت كتب لي باغي الظلام باسي باسي وحنا دهب ماشي قاسي اوه نيلا بور فير لي بيتيز. واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير انتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجرات ديال التبانه من بعد زي كل فيديو اللي تطلب فيه بزاف راك لايطاجينا نديرو الفيديو ديالو نشوفوا هادشي كيفاش داير ونضحكوا بحال نضحكوا هو باغي نضحكوا بحالنا ونمشيو بحال الناس انا باغي نمشي بحال انا باغي نمشي بحال نو نو خويا نمشي بحال تخلص على الرونديفو ديالي معليش رونديفو اه بلاتي نقاد هكا الدراري ما تنساوش تخليو لنا في الكومونتيرات النوع ديال هاد لي فيديو اللي مضحكه وكذا باش مره نوعو لكم وما تملوش حنا ما نملوش ونخرب بالضحك وما تنساوش لي لايك ديالكم ولا كنتي اول مره كتشوفنا تهبط لي تحت سبسكرايب وتلاحق عندنا الانستغرام ها تضغط عليه لا ما تضغطش عليه هذا دعسو سير على الله السلام عليكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد كما على بالكم بعد اسبوع الجاهليه اللي جوزناها على جهاز صحاب الباك وليت ندور غير في اليوتيوب خاطش حاجه ما تمشي وفي اليوتيوب يا خوتي تلاقيت بواحد الفيديو تاع هذوك الصحافيين اللي يمشوا برا ويسقسوا الناس دخلت في هذاك الفيديو من النهار اللي دخلت في هذاك الفيديو فزدت حياتي يا خوتي ولاو يخرجوا لي غير هما مين الجانب المشرق من هذه القصه هي رانا رايحين نديروا بهم محتوى راني رايح نوري لكم روتيني اليومي في اسبوع الباك كيفاه فات ورينا اخي كما قلت لكم جاونا الخطابه بزاف الجزائريين قاعدتك حبوا يخطبوها الله بصح شكون هذه الطفله اللي تزاير كامل حبت تخطبها نشوفوا جا طبيب جا صحافي خطبني بيلوط وما بغيتش هاد البيلوطه ديال المغرب فيه كامل ربعه البيلوطات ديموداس هاد اللعبه ديال البيلوط سيرتو جا قاضي بصح هي ما حبتش تتزوج طبيب صحافي راني معاك نورمال عباد نورمال هادو بصح تاع قاضي هنا زدتي عليها شويه خاطش ما نعرف حتى قاضي يخرج برا يخطب ملكة الجمال ديجا باش تكون قاضي برك لازم تكون انسان واعي ورزين خاطش راك تحكم على حياة الناس مكاش كيفاه انت دير قاضي يخرج برا يخطب ملكة الجمال باين بلي انسان حابس بس راهي ماذا بيها تكمل الحلم تاعها شنو هذا اللي راهو مهبلها هاد الشيء راهو عندها حلم مهبلها ولنا تشوف شنو الحلم تاعها باش تروح بيه كاع انحاء العالم بوكو بليس باش تساعد كاع يتيك اليتامى والمحتاجين ملكة جمال تروح كامل انحاء العالم الله 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 الاخلاق بغيت تساعد الاخلاق مدمرين اخلاق خصك تساعدك خصك تساعدنا انا وياك ما تساعدني ما تساعدنيش بعد غير باش تساعد اليتامى والمحتاجين شغل لا غير سيريو منين راكم تجيبوا في العباد هادو يعني كنت تطرحي على روحك سؤال كيفاش راهي رايحه تساعدها انا راح تساعدهم بالجمال تاعها واش راح تعطي لهم ياكلوا واش راح تعطي لهم يشربوا تعطيهم الجمال ديالك عاودي ولي هضري على الخطابه انت ماشي تاع هاد الصوالح إيه لا تحصى لا تحصى باليدين جو بزاف بزاف جو بزاف خصنا نشوفوها كي دايره هي سبب العنوس نوريوها خصنا نوريوها خصنا نشوفوها صراحه انا تشوقت باش نشوف هاد الفيغوره ديال دخيتي هذه نلقاها ما كتشبه والو واحد الالف بنادم ألف لا لازم نروح نشوف الطفله هذه كيفاش دايره فري ألف واحد شيفر كبير زين كومبلي ما فيهاش ألف خطاب راه واجد صغير كاع ماشي قادرين يخطبوا وي عندي بزاف صحاباتي يغيروا يا ربي تسمح لنا وجه هذيك البطه تسمح لنا كنطبوا على الناس الصحاب مساغر كاع ماشي قادرين يخطبوا وي عندي بزاف صحاباتي يغيروني اذا الطفله هي اللي دات ملكه الجمال مسابقه ما كاش منها وفيها الغش طفله عاديه خاوتي اي طفله في الجزائر جايه تشبه لهذ الطفله كتش... لا اكتشفت باللي نيفي كيشبه لها شويه انا نفسي كون دير هكا نتصاوب خطاب اخوتي ما خاصنيش نبقى ندير بحال الفيديو صافي كيغلب عليا التنمر اصلا الدراري شوف ما صح لناش واش حنا الزادين قباح كنتنمروا على هاد الناس ولكن الله يسمح لي دابا بنادم غير هضرتو دابا شوني في قداش شو عندي حبه هنايا وكنتنمر عليه دابا شنو كيخليك تنمر على بنادم وهضرتو اما الصوره راه ربي اللي خالق فهمتي الصوره كتكون دايزه غير الهضره واش انت مقبول ولا ما مقبولش دابا هادي نتنمروا عليها صالحه دايزه صالحه للتنمر وكاين اللي شابين عليها وحده داوها للسبيطار على زوج تاع الصباح وحده على الخمسه تاع الصباح قتلوني بالعين قتلوني بالحسد يا سيدي نقولوا داروا فيك بليزير وعطاوك ملكه جمال الجزائر بالمعرفه الثقه في النفس هذه منين راك تجيبي فيها هي كون نفكروا شويه تلقى بلي صحابتها كامل دخلتهم للسبيطار علاه دخلوه للسبيطار خاش ما يحبولهاش الخير شوف دابا ملكة الجمال المعايير ديالها كي دايره انا دابا مازال ما فهمتش اصلا داك هادوك اللي كيديروهم ملكة الجمال
هما هنا والجمال هنا راه كتلقى بنات عاديين زوينات عليهم فهمتوا شنو قال لي كيمشيو يشاركوا ولا هما كي لا فهمت تلقى غير اللي كيمشيو الثقافه كيديو لهم على الثقافه وديروا على السفيره النوويه الحسنه السفيره ما عرفتش هادشي في شكل ما فهمتش المعايير اللي كياخذوا بها الملكه الدراري شرحوا لنا اللي كيفهم هاد الامور هذه سميتو ملكه الجمال اللي شاركت هاد العام فهمتي ماشي ملكه الجمال الجزائر ولا ماشي واش هذه ملكة جمال هذه راه ملكة جمال هذه جمال هذه راه شابة قتلوها بالعين والحسد بصح هما اللي دخلوا السبيطار ماشي هي الزين تاعي انا طبيعي صار الجمال تاعك طبيعي هل درتي عملية تجميل ماني دايرة عملية تجميل ماني دايرة والو صح والمكياج خصك ديريها اختي في اقرب وقت حاولي تشوفي في النيف ديالك هكا وهي سيري دير انا كنشجعك زعما من عندي ديري عملية تجميل التجميل ماني دايره عمليه تجميل ماني دايره والو صح والمكياج درتي بون المكياج وما نكثرش بزاف ما تكثرش ماشي طبيعي غير كتحرشي بينا شوفوا خاوتي سبحان الله الحلم تاعها كانت تفرح اليتامى والمساكين خلاص عليها تتصور مع اصحاب الرجله ولاكوست وبما اننا رانا في محتوى المؤثرات وملكه الجمال كيفاش ما تحكيش على الدكتوره شيراز تقولوا ليش ما تعرفوش الدكتوره هذه فين شايفاه هذه كانت قالت لهم انا دكتوره في الحياه ولا ما عرفت شي حاجه شايف شي فيديو ديالها المهم دايز لي في دماغي شنو كانت قالت لهم راه شيراز اول امراه في العالم عندها دكتوره في الحياه يا ربي ما تعرفوش انتم شهاده الدكتوره في الحياه دكتوره في الحياه شهاده الدكتوره انتم ماشي قاريين انتم عباد ماشي واعيين انتم جامي قريتوا 2019 شنو اللي كيداير هادي اللي كان كلاش هاد الترابكي ويلي هي اه كان كلاش هاد الترابكي حتى ما عندكم شي فيها كرا خوسي قلقت شويه ديزانست عليه كلش او لا لا سي با فري سي با فري تما كيتزوجتي براجل كتهضر هاك تزوج صافي تزوجت راجل حكمها صافي قلت لها باش نرجع للعز للرجال الرجال احرار باه ما نعاودش نرجع لي ريزو تما كيتزوجتي براجلك قلقتي ديزانستاليتي كامل لي زابليكاسيون واعتزلتي لي ريزو ما شاء الله خوتي ما شاء هذه هي الزوجة الصالحة هذه هي الزوجة الصالحة للزواج خوتي pendant 6 mois بدلت رأيي خوتي هذه الزوجة صالحة لست شهور ابخي قدرت نرجع كلش راح لي تيك توك والانستغرام كتهضر هاك راح لي تيك توك ماشي فهمتي بشي انستغرام ما قدرتش نرجعهم كيفاه ما قدرتيش ترجعيهم وانت ديزانستاليتيهم برك فهمينا ما علموكمش شهادة الحياة باللي تقدر تدخل جوجل بلا تطلعهم ولا راكي دايرة في بالك يجو غير مع التليفون ندمت اللي وصلت هذه مالها دايره هكا وما كملتش قرايتي كتضرب واحد البروده كتعصب صحاب البروده كيعصبوا عصبتني كتضرب هكا هذه هافردز ديال العيالات امسي هافردز ديال العيالات هذا الشيء لحقتي تيرمينال وما كملتيش مع العلم واش هضرتي وهضري ما تحشميش يا ودي هذا هضره اني دكتوره في الحياه كون غير انا عندي ماستر انا طالب في الحياه انا غير طالب في الحياه كيفاش دكتوره في الحياه ما فهمتش زعما الحياه كنت كنت عندك دكتوره في الحياه كاع ما ديريش فراسك داك الحال بت ما هضرتيش اخت والله عارفه غير ما هضرتي خاوتي اللي ماهوش فاهم هذه دكتوره شنو هي معناتها دوك نفهمكم في هذه الدنيا كاين عباد قراو وكاين عباد ما قراوش العباد اللي قراو عندهم شهادات ليسونس ماستر بزاف صوالح العباد اللي ما قراوش عندهم زوج شهادات اللي هما دبلوم الزنقه تاع الرجال هذا تاع الرجال اللي ما قراوش وعندك دكتوره في الحياه هذه تاع النساء اللي ما قراوش ما يسمىش عندي مهر باسكو انا ما طلبتش مهر هما كانوا يعرفوا قيمتي و الاخت راه المهر كياخذوه كاع النساء زعما راه ما المره ماشي زعما غادي زعما ماشي غنقيموك بداك المهر لا المهر ماشي قيمه هذيك ضروري المهر خصي مهر مشكله شي واحد يشرح لها الدراري باسكو انا ما طلبتش مهر هما كانوا يعرفوا قيمتي ودوني بالملاحه صار انت من جماعات اللي تطلب الهنا برك الله يعطيك خلاص غير قلت لكم زوجه صالحه الله يعطينا شي صحه معليش قولي لنا شحال الملاحه هذه الملاحه هذه عندها شحال قولي لنا شحال ما تحرجنيش يا ودي هضري نورمال انت تقبتيها هضري نورمال ما تحشميش بس راح نجاوبك ما كانش مشكل نجاوبك نهضر عادي نقولها شوف خالتي هي من الاول باللي راكي درتي لنا واحد السسبنس عصبتيني عشتي على الشغل البايكينغ عصبتيني اختي عصبتيني شنو درت لك هذا النهار هذا هذا البروده اللي فيك ما هافردز صح مشكله هذه هافردز كنت طايحه تجاوبت حبت تطيح لنا حشمه برك قلت لكم خالتي التمثيل اون ديريكت من راجلي دوزيام شحال زوجة؟ خمسة جابي مرسيدس جي ال سي في عامها جيس الوقت هذاك في 2019
البنات اللي ما عندهمش دكتوره في الحياه بصح بقيتو فينا زعما ما عندكمش دكتوره ما قريتوش على راسكم شنو ديروا خصكم تقراو البنات تقراو وتحاولوا تقراو حاولوا تقراو الحياه باش يجيب لكم مرسيدس مرسيدس جي كلاس ايه مشكله انا ما عنديش دكتوره كنت سمعوا البنات اللي راكم تقراو ميديسين كوميرس لا لا ما قراتوش الحياه شوفوا النساء اللي عندهم شهاده الحياه وراهم لاحقين راهم يطيروا عندها مرسيدس بعد باش وسمها 2019 وانتم قاعدوا تقراو قاعدوا تضربوا في الكورس والتطبع وبما اننا مازلنا في ضمان المؤثرات والملكات الجمال وصحابات شهادات الحياه كيفاش ما نحكوش على الشابه ورده الشابه ورده شارلامونتي لا هذه ما تهضرناش عليها قلبي هذه ما تهضرش عليها هذه العشق عوضوها معك عصا انسانه مغنيه ضربوها بالعين والحسد كما ملكه الجمال تاع مقبل اما الوش ديسيدات على ربي كيما اي انسان عادي كيشوف روحو بالزاويه ودي ما راهوش مليح يروح يرقي يعني تروح تجيب انسان واعي امام على بالو شو يدير تجيبو يرقي لك ماشي تروح تجيب انسان يلبس لاكوست هاد الفيديو كنا شفناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مي فرير اي سور اجوردي سي الدغني فيديو طلق داك Je parle sur ce qui s'est passé avec notre sœur Warda. وكيفاش تفيق بلي الانسان هذايا ماشي بنادم وماشي امام وماشي راقي كاش نهار ديال السناب انا ماكلت صراط كي داير له فيلتر ديال السناب تكراري لا ودي عليك علينا داير له فيلتر شفتو راقي يا خاوتي راقي المراه بدون محرم راسو وراسها في شومبرا وحدهم صح هكا صح هكا صحتي صارك لاقا لها ورقاها ورقا معاها صافي غنى وزروقيه يا ودي محتمه كانت في حاله جد صعبه كاش نهار شتو راقي يرقي المراه وما ديرش حاجه هكذا نورمال ربنا كما خلقتنا ما عليناش نقولوا محتمه والحاله صعيبه بزاف كاش نهار شفتو راقي الجزائر نيفو الثالثة راه كان نعرف لاكوست شعبي احنا ما والله الا ما هذه الجزائر صافي راه كتقول ما عندوش راسها والسبيطارات الحماقه كتمشي تفربيل بشكل قيدير فيديو بالفلتر ليك شراو البال كوكب زمرودة ما تقعدوش بينا اذا هذا راقي سمحوا لي تزاير فري راحت فيها غاد وزيد واش يمد لهم النيميرو تاعو في الواتساب وي كي بيم كونتاكتي شوي سي اورون مون نيميرو سي واتساب 00337 راقي يمد النيميرو تاعو في الواتساب علينا خلونا من الدومين تاع النساء المهم يا خاوتي كنت ندورك وتعرفوا الفيت تاع الباك كلش حابس حتى زدت تلاقيت بهذا الانسان زيد؟ الانسان هذا حكى قصه كيفاش توفات امه والمعاناه الكحله اللي جوزها صراحه انا كيشت الفيديو غاضني بزاف يا خاوتي شغل القصه مؤثره بزاف ما لقينا انا الحرش بصح ولا غير غاضني قال لي سي محمد انتوما وين كنتو المخلوقه عندها 14 يوم من اللي ماتت مخلوقه يما ماتت 14 يوم المشكل يا خاوتي ما راهوش هنا المشكل اللي زدت تلاقيت بنفس الشخص بصح المره هذه الحكايه واحده اخرى وكيف كيف مشاكل وزاد غادني يا زاد حشيها لي دوزيام فوا ثاني زاد غادني عام سالم تضرب تطيح تسب تدير كلش والان يا خوتي كي شفت الانسان هذا دار زوج حكايات حكايات في زوج مؤثرات طحنا في مشكل عويص يا هل هذا الانسان من عشاق تلفزيون ويحب يبان تسمى يهضر اي حاجه باش يبان هذا اللي كيبقى يهضر بيديه ما تثقش فيه قال هذا الانسان صح رامي صراو لعفايس عيانين وراه يجي يحكيهم لنا في التلفزيون وفي كلتا الحالتين ماشي مليحه خاطش فري عيانه خاوتي تحكي اسرارك للناس ما بالك تروح تحكيهم في التلفزيون وين 40 مليون تزير يشوف ايوا اصحاب البار الجيل الطالع الجيل اللي راه عندنا واحد النوع الدراري اصحاب البار في المغرب مجنون مجنون اواخر مجنين رايح يسقم البلاد هادو هما شو هذا كيجي يدوز الباك كل سناس هذا خات هذا جاي هذا صاحب هو بيبي كانكا هذا تتخيل لراسو ديدي سير تقرا سير تقرا قرات فينا اللي علاه جاولهم رانا في سمانه بلا كونيكسيون رانا في سمانه وحنايا مع الجاهليه كيطالو بالكونيكسيون واش كيدوزو الحمد لله الحمد لله حنا كيقولوا لهم نقلو غنقلو راه باغا ديروا والو غنقلو كيصرفوا لهم بهذا المفهوم هذا بحال كيقولوا لهم غنقلو كيقولوا غاشد غنقل شد الباك وتلاح لافك مع خوتك باش ما تغوتش على حقك وعلق فهمتي شوف شنو ندير في حياتي اي والله دوك نسقسيك حبيبي انت واش درت فيه ما تقول لي والو ما تقول ليش ما خدمتش سوجي صعيب وصوالح انا ني شفتك انا عرفتك ما تخدمش نصدم لك للدار دري وعرو ما فهمناش
انا دخلت شتي سي جي كيما نكذبش عليك الفقوسه حكمتني تسمى حكمتك الفقوسه هي على كل حال انا سمعت باللي سوجي تاع الفيزيك هابط من كوكب زحل بصح تهارت صاحبي ما تشكيليش كاع سمعنا وحنا عايشين في 2009 على بالك شحال جاتني من ايدي تاع فيديو ما قدرتش نديرها بزاف مولاي بزاف صاحبي انت راك تبان هذا والنوت باين باللي ثقبتها ما تقول لي خدمت ما نامنكش دابا انا قرايه انتيك ماشي صعيب وماشي الاخر ماشي الاخر هذاك تاع شعر تاع اليتيم انتيك وشنو البناء اللغوي قاصح شنو انت راه عندك مشكل في الانتي الالقاء اللغوي تاعك المشكل شويه معقد شويه انا انت بنت سيدي مايل فهمتي بنت سيدي مائل الى قليل الهيجه كيفاش هذه جاك صعيب اللي قبلك كاع قالوا سهل غير انت اللي جاك صعيب الاسئله كانت في متناول الجميع هذا قراه هذا قراه اللي كتلقى عنده هذا الكويدي ماك وما يسطاش صغير هذيك كدير داك سميتها اللي كيقرا القران اقرايا هذا كان كيقرا معايا واحد خونا بحالو كنت سميتو الحلو حلو كنت واحد النهار جبت كثر منه في الفرنسي كرهني مرض دار فيها كيفاش حقد عليه كومون سا سباس حقد عليه سي با فري تمام لي غير لي ما قراش لي ما يديرش يعطينا الصحه ها والسيد قال لك ساهل خاوتي هاد السيد شبال عمر رحمون وقيل خوه بعد نسقسيه اذا خوه صغير ولا بعثوا له كاع خاوتي بعثوا له كاع قولوا له هذا السيد خوك صغير وبما اننا رانا نحكوا على عشاق التلفزيون يا خاوتي كيفاش ما نحكوش على فريد العالميه ما تقولوا ليش نسيتوا فريد العالميه على بالي بلي رانا في سمانه بلا كونيكسيون والجاهليه و2009 بصح ماشي سبه تخليك تنسى فريد العالميه هذا خاوتي والشعب الجزائر مناسبه العيد نقول لهم بصحه ولهنا روحوا غير بالعقل باسكو سيكولاسي دايره حاله في الجهه تاع كيما يقولوا مع رمضان وكسوه تاع العيد روحوا غير بالعقل باسكو مواطن بسيط ما يقدر كامل في الهضره ديال ولد الشينويه ديالنا هكا كيهضر عرفتي ولد الشينويه لا ما عرفتوش الشينويه اللي كيغني ما عرفتش ولد الشينويه ولد شنو هي السيكتور؟ المهم خونا فريد العالميه غير كيما جاز في واحد الحصه في التلفزيون وهضر بزاف صوالح وانا الصراحه فاجئني وشنو هو السبب اللي خليك انك تخبي العمل ديالك انا كيقولك العمل تاعي مهنه قال له علاش ما تقولش واش راك تخدم قال له انا سر العمل تاعي مهنه ومن بعد يقولوا لك علاش راك تحرش بولاد الناس بزاف ناس حابين يعرفوا فريد واش المهنه ديالو مهنه باش نقول لهم باسكو ما نقدرش نقول امام الكاميرا عرفت شنو هي نتوما عرفتوا شنو هي المهنه ديالي انا عرفت سمحوا لي خالتي غير اللي بعز طلع اللي ما يقدرش يقول واش يخدم ومن هذا المنبر انا كمواطن صالح ومفيد للمجتمع نطلب من السلطات تحقق معك انا توسوست لك هذا الانسان مادام ما حبش يقول لنا واش يخدم انا توسوست له عن طريق العفويه ديالك ولا تخطط لهم يعني انت ماشي مهبول كما قلنا وماشي بهلول الهدف ديالك وشنو هو هذا سؤال شباب اسكو فريد صح مريض ويتيري في الهضره ولا مجرد تمثيل انت في كامل قواك العقليه الصوره شخصيه كائمه المرآه من داخل الوطن او خارج الوطن دخلهم الفرحه في قلوبهم نعم خاصه داخل طيب كي لامه الجزائر لا تحط قلنا مجرد تمثيل الدراري اللي فيهم الدراري لا ما تبكيش والله بقى كنكره الدراري العزيز انا ترحس امه بصح شغل لا اخو ما تحشيها ليش راك تيري في الهضره ما راكش تورني ما راكش ديرها بالعاني انت صح تيري في الهضره كيخرف الهضره هي اخوتي دوك انت كي تشوف الفيديو تاعي تقول تبان لك بلي راني نحرش به مي الانسان هذا اللي اسمه فريد العالميه انسان درته مثال برك باش نبين لك الخبث تاع القنوات التلفزيونيه هذوما على بالهم بلي السيد مريض ويخلط برك في الهضره ويتيري كيما خصهم يستغلوا بحال شوف تي في يستغلوا فهمتي عندك نزار في السبيطار الحماقه صاحبي دابا هما كيبغيو يردوا الحماق مشاهير هادشي اللي خرج عليه بصح واش يروحوا يديروا يروحوا ليه حتى لباب دارهم يسقسوه اسئله شغل بيزار ويجوزوه تحريشه خاطر يجيب لهم تفاعل تدخل لليوتيوب خاوتي تكتب فريد العالميه تلقى اكثر من 4 قنوات تلفزيونيه يهضروا معاه وبالعكس يروحوا ليه حتى لهم نفس شكون اللي يمشي عندنا الدواء فهمتي كيسمع دولي صوب الانسولين هاد يحوسوا عليه هو بالذات باش يهضروا معاه وهذا يا خاوتي نعيطوا له الاستغلال باش تفهم رداءة المستوى التلفزيوني في بلاصة ما يخدموا محتوى يصلح ومليح يروحوا يستغلوا انسان مريض باش يطلعوا المشاهد ودابا ولاو كيديروا حاجة أخرى لا الصحافة ديالنا لا الصحافة ديال الجزائر شنو كيمشيو يديروا؟ الفتنة الفتنة نطلع التفاعل بالفتنة نسب هادو نهضر على هادو نهضر على هادو وهي رايحه وبنادم مكلخ تابعهم تفاعل طالع هما رابحين وانت بحال الحمار كتنبح في الكومونتيرات تعيق كتدير الايتم كدابز معاهم صافي
هذاك. وباش نبين لكم باللي صح تلفزيون رادي انسانه نورمالمون نقولوا لها صحفيه ولا بلاش شنو سقسات واحد في التلفزيون قالت له الارجنتين باش يهضروا. ما هي اللغه الرسميه للارجنتين؟ باينه بزاف. جاوبها انسان قال لها انجلي قالت له لا لا راك غلط. اما زعما حبت تعاونهم قالت لهم نيمار باش يهضر مع العلم انه نيمار ماشي ارجنتيني ونيمار ايضا ما يهضرش بالاسبانيوليه نيمار يهضر بالبرتغاليه خاطش برازيلي كيهضر بالبرتغالي هادو معلومات نورمالمون معروفين هادو بازيك فهمي اللي كيبنا متقفين صح بصح هادو باهي ساهل برازيلي يهضروا بالبرتغاليه نيمار باش يهضر اسبانيا اي بلا اسبانيا انجليزيه اسباني نعم ما هي الاسبانية نعم قلت ما هي الاسباني. اذا هنا الشباب نكون وصلنا للفان ديال الفيديو ديالنا كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وضحكتوا وشتوا معنا هادشي اللي كاين تهلاو لي فراسكو ربي يسمح لنا على التنمر ديالنا الله يسمح لنا اخوتي على التنمر شوف بحال بيس